ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد في فقرتنا الثانية، فقرة مساحة حرة راح نتحدث فيها عن سعادة الحياة الزوجية. يمكن أكثر المشاكل اللي بتقابل الأشخاص المقبلين على الزواج أولى سنة الزواج، البعض بيسميها كابوس الحياة الزوجية. لكن اليوم مع وجود الدكتورة أسماء زناتي، استشارية نفسية وأسرية وخبيرة تنمية اجتماعية، نتحدث أكثر على هذه السنة وكيف ممكن نتعايش ونتعود نتأقلم أكثر على بعض فيها. يا رسالة فيك دكتورة. أهلا بيكي حبيبتي وأهلا وسهلا مشاهدينا. أهلا وسهلا فيك. طبعا يعني السنة الأولى بالنسبة للمتزوجين وحديثي الزواج بتكون مشكلة شوي، لأنه الاثنين جايين من بيئة مختلفة وطباع مختلفة عادات مختلفة، فجأة بيلاقوا نفسهم عايشين مع بعض في بيت واحد مضطرين يتأقلموا بشكل أو بآخر، لكن مو الجميع بيكون عنده القابلية على التأقلم، بتصير المشاكل مضاعفة أو بشكل أكبر. كيف ممكن يتأقلموا مع هذه المشكلة؟ صح، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا زي ما انت قلتي هي بيبقى المشاكل او اكثر المشاكل في السنة الاولى من الزواج بيبقى سببها ايه؟ بسببها اللي هو الزوج جاي من بيئة او من بيت ماشي مختلف عن بيت زوجته، ممكن الطباع بتكون مختلفة، الاراء الافكار وجهات النظر بتكون مختلفة، وبينشأ بقى المشكلة بتنشأ من ايه؟ عدم تفهم هذا الاختلاف او عدم قبول هذا الاختلاف، اللي احنا اللي انا ما بقبلش الاختلاف ده، لا انا عايزه رايي هو اللي يمشي، لا انا عايزه وجهه نظري كذا. تمام، بيبقى فيه يعني بتسبب مشاكل كتير، منها برضو على فكره المشاكل في اول الزواج بتبقى سببها ممكن الانانيه. يعني ايه؟ يعني هي جايه مثلا كل واحد من الطرف الاخر مفكر هو لسه في بيت اهله، كل طلباته مجابه، كل كذا كل كذا، ما هو حاطط في دماغه برضو للطرف الاخر ليه واجبات والمفروض اللي هو يسعى لايه يعني لتحقيقها او كده. في برضو من الاسباب مثلا، ودي حتة جدا مهمة عايزة انبه ليها، الفهم التفهم او يعني افهم ان الزواج بنظرة خاطئة من خلال التلفزيون او المسلسلات الرومانسية بمعنى صح، ودي بتبقى يعني جدا خطيرة في مرحلة الايه المراهقة، او لما يبقى بنتي منشئة على كده او ابني ناشئ اللي هو ليه، لان هو ده تمثيل، فشايفين حياة رومانسية حياة مثالية مش صحيحة. تمام كده، شوفي البنت هو الايه بيحصل اصلا، احنا ممكن مفكرينها تمثيلية وعادي بيسمعوها ما فيش اي مشكلة. اولا التمثيليات دي في منها بيقعد سنة او سنتين عشرة عمر يعني زي ما بيقولوا. تمام، دي حاجة. تاني حاجة بقى، تلاقي البنت اول حاجه بتبص اللي هي البطله اللي في المسلسل، واحده مش شكلها ايه ده طبعا هي مش واخده بالها هي عامله ايه قبل ما تطلع، يعني حاجه زي كده وكام عمليه تجميل والكلام ده كله، فتبص للبنت في المسلسل البطله وتبص لنفسها في المرايه يحصل لها فجعه. تمام، صدمه وتتفجع. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، بتشوف البطل برده حاجه تانية خالص. تمام كده، في الشكل وفي مش عارفه ايه والاشياء دي كلها، بتشوف المثاليه اللي بينهم الرومانسيات والحاجات دي، فتتخيل بقى تقول ان شاء الله لما هكون بقى كل حياتي بقى هذه الحياة، هذه الايه هذه الرومانسيه والمثاليه اللي هي تمثيليه اصلا، يعني اسمها اللي هو تمثيل يعني. صحيح. فتيجي تتصدم اول حاجه تتزوج، تلاقي يعني شاب طبيعي من الشباب، مش بنفس الوسامه ولا كده اللي هي شايفاها، هي نفسها تتعقد، تحس لكنها مش ما عندهاش يعني مش زي اللي بتطلع على بنفس الجمال او الكلام ده كله، فممكن تحصل مشكله في الزواج، مفكره هي السبب فيها هي، لان هي مش بنفس المواصفات الجماليه بتاعت الايه البطله بتاعت المسلسل. خلاص، تيجي بقى ما تلاقيش برده ولا هو ولا هي كده ولا الشاب زوجها كده، خلاص تيجي بقى تلاقي ايه ده ما كانش بيعمل كده، كان بيقدم لها ورود، ده كان مش عارفه بيعمل لها ايه شموع، ده كان كذا ده كان كذا. الحياه طبعا فيها مسؤوليه، فما بتلاقيش الاشياء دي كلها، فيحصل بقى المشاكل. ونفس الحكايه برضو من الشاب نفس الشيء، هو متخيل برضو او عايز حاجه زي ما هو شافها في التمثيليه، فما بيلاقيش الاشياء دي كلها. صحيح. بيلاقي الواقع طبعا غير كده، فبتحصل بقى ايه اسباب كتير او مشاكل كتير، منها برضو تدخل الاهل، ودي برضو حته مهمه جدا اساسيه اللي ما يتدخل اساسيه اللي سواء الام من الزوجة أو أم الزوج ما يتدخلوا في المشاكل. يعني أنا كنت في يعني في جمعية وكده، وكان مجموعة من المطلقات يعني كان سببهم 80% أقول لك مثلا إن نسبة طلاقهم كان بسبب يا إما تدخل أمها يا إما أمه. يعني حرام لما ينفصل
بيت يعني او كده بسبب التدخل الاهلي، وبيبقى بصراحه ريتهم بتبقى حسره يعني، انت واخده بالك؟ بس صحيح. كل واحد طبعا بيبقى ليه وجهه نظر. فالاصل بقى ازاي انا اواجه المشاكل دي، يبقى اول حاجه اواجه المشاكل دي اللي انا اتقبل، يبقى انا مفهمه، انا كام افهم بنتي ان بالضبط، الجواز هذا صح الأسعار. سنه والجواز جميل وفطره و و والاشياء دي كلها، ولكنه برضو طبيعي جدا هتواجهك مشاكل. خلاص ده طبيعي اللي انت تتفهمي ان ده شخص مش لازم يكون نفس طباعك. وبعدين في حاجه يعني مهمه جدا في التواصل، سواء كان بين الزوجين او بين اي يعني اشخاص في الحياه، في العمل، في الوظيفه، بينك وبين زميلتك، مش عارفه كذا كذا، عموما التواصل بين الناس عموما، ايه اللي لازم افهم ان الناس اللي قدامي، او مثلا لو في الحياه الزوجيه، ان الزوج ده مش لازم يكون كوبي وبيست مني او فعلا يعني استنساخ. عجبتني مقولة الزوج ما هو توأمك، يعني هو لازم يكون ايوه في اختلاف وتقبل الشخص، يعني بالذات انه كمان انت بتكوني عايشة في بيت واحد مع اخوانك او حتى اقاربك، انتوا في بيت واحد لكم 10 سنين وبرضه بتتخانقوا في مشاكل وفي وبيختلف اختلاف وجهات الطباع النظر. برضه، في صحيح اختلاف الطباع والاشياء اللي بحبها والاشياء اللي بكرهها بالتأكيد. والاشياء اللي تضايقني والاشياء كذا، ففي اختلاف. فانا لازم اشوف برضه، تبقى تعرف عشان حل هذه المشاكل يعني، او من قبل ما ان شاء الله ما تحصل يعني، فيبقى من البدايه اصلا ابقى عارفه انا لو بنت ابقى عارفه ايه هي تفكير او عقليه الرجل، لان بشكل عام بيختلف اصلا. انا جدا بتكلم صحيح كمان ده ممكن يكون انا واختي واحنا الاثنين بنات وبنختلفوا صحيح وطباعنا مختلفه، ما بال بقى اصلا على فكره سيكولوجيا تمام كده، في اختلاف في نفسيه الرجل وعقليه الرجل غير مختلف تماما عن عقليه المراه. فانا الرجل ما يطالبش او الزوج ما يطالبش زوجته اللي هي تكون كوبي وبيست منه او نسخه، يقول ايه ده على طول بتعيط او بتدمع يعني، لا قدر الله ابنها مثلا تعبان او حصل حاجه يعني فجعه كبيره لا قدر الله بعد الشر يعني، حادثه، مرض، مش عارفه ايه، فيقول ايه ده عماله تولول وتعيط ومش عارف، هو يتضايق من حاجه زي كده. صحيح، لا لا طباع سيبها ليه طبيعي، مختلفة لان هو سبحان الله هو يعني الافضليه في التكامل، وليس يعني احنا بنكمل هذا هو بعضينا. صحيح. فالطفل التعبان ده هو محتاج حنان امه تاخده في حضنها وتطبطب عليه وكده. ونفس الحكايه انت ما تعبيش عن زوجك تيجي تقول لي ايه ده، تحس اللي هو انا قاسي، ما ما فيش عنده اي قلب، مشاعر. ما عنده ايوه إحساس. بالظبط. لا هو جميل جدا، هو لازم هو موقفه ده لازم يحصل، او يعني لازم يتصرف في التصرف ده في الموقف ده اللي هو يكون يعني عقلاني اكتر، عشان يشوف الولد ويوديه المستشفى اللي المفروض يروحها ويتخذ الاجراءات، مش هيقعد بقى يبكي او هينهار او يغمى عليه يغشى عليه عشان خاطر شاف منظر ابنه كده. فهو ده الصح، هو الولد يحصل له كده ابوه ياخده في المستشفى وياخد يعني يعمل التصرفات اللازمه، وانت لما وانت الابن لك يفوق دور بقى معين وكده موجود. ياخد يلاقي حضنه وحنان صحيح امه، فهو ده التكامل. صحيح، بالذات انه كمان في مشكله ثانيه اللي هو عدم تحمل المسؤوليه سواء من الرجل او المراه، بالذات انه بتكون شوي في مقارنات بحياتك في بيتك، او حتى هو الولد اهتمام امه فيه مثلا في البيت مختلف، اذا كان مثلا اكبر او اصغر ابنائها، فهو يتوقع نفس الاهتمام من زوجته، وهي نفس الشيء كانت مدلله في بيت اهلها تتوقع نفس صح الموضوع، فهنا بتصير في مشكله، لا انت بتعاملني زيهم ولا انا بعاملك زي ما اهلك بيعملوا، فهنا تصير بالظبط. مشكله كمان ودي ثانيه. احنا بنوضحوها ليهم في الدورات، في نظريه اسمها نظريه اريك بير بتبين لنا الشخصيات بتاعت الازواج، لان في شخصيه يقول لك ده شخصيه الوالد، شخصيه الوالد ده يعني هو خلاص هو يعني بيستمتع بالعطاء. ليه؟ لان هو ممكن، وده بيبقى دايما بيبقى يعني غالبيه، مش هقول كل الكبار يعني، ولكن بيبقى دايما اللي هو الشخص الاول في الاسره يعني، الولد الاول او البنت الاولى ممكن تكون متحمله مسؤوليه مثلا اخواتها او كده، فتبقى شخصيه الوالده. حتى الوالد ده احنا لما بنيجي نقسمه بنقسمه لشخصيتين، في والد يحب العطاء وكده، وفي والد كمان يبقى الشخصيه اسمها الوالد الحازم او الوالد الشديد، هو مسيطر، هو دايما. ودي بقى لو كانت في الزوجه تلاقي تقول لي ايه، تيجي تشتكي يعني تقول زوجي يعني دي ليه هنا، دي مش مكانها ليه، دي ما اتعملتش ليه، دي دقيق اتعملت زيادة. ليه. ايوه صحيح. بالظبط. فده شخصيته، شخصيه الوالد الحازم، ويتحس اللي هو مسيطر ويعني وشديد ويغضب والاشياء دي كلها. فده مثلا هي لو فهمت، شوفي بقى عشان كده بنقول الفهم والتقبل، لو هي فهمت بقى اللي ده مش قصده اللي هو يهينها، او مش قصده اللي هو يعني انا مش عاجباه، ده يقلل هو من قدرها. بيحبنيش، ده هو بيكرهني، ما هي دي تفسيرات بقى، التفسيرات الخاطئه. لو انت فهمتي ان دي الشخصيه خلاص هتتقبلي هذا الايه، هذا الشيء منه، وهيبقى في تفاهم شويه او تنازل، المفروض يكون في تنازل، في تغاضي عن الزلات، صحيح مش كل واحد يمسك للتاني عن الواحده على الواحده يعني، لان هيحصل في مشاكل. ولكن سبحان الله من حكمه ربنا كمان بقى اللي هو جعل ايه، الموده بالتأكيد والرحمه. بينك مودة ايوه، ورحمة. فما هي صحيح برضو مش زي اي حد، فتلاقي ممكن نحصل مشكله بس برضو في موده بينهم، فتلاقي اللي هم يتغاضوا. فاحنا عايزين نفهم، بس نفهم السيكولوجيه ونفهم العقليه بتاعت كل واحد، بتاعت المراه او بتاعت الرجل، كل واحد يفهم طبيعه التاني خلاص ماشي، وتقبل الشخصيات يعني، يفهم الاول طبيعه كمراه او كرجل عموما. طيب بعد كده النقطه اللي بعد كده
كده افهم المراه دي حتى ليها شخصيات، ممكن صحيح تكون شخصيه سمعيه، ممكن تكون شخصيه حسيه، ممكن تكون بصرية. شخصيه بصريه. يعني مثلا ممكن تجي لي مشكله، ايه مالكم متشكلين ليه؟ تقول لي مش عارفه، شوفي يا دكتوره مش عارفه زعق لي وجه ومش عارفه ايه واتخانق معايا وصوته عالي وكده، وتلاقي اصلا اللي حصل ايه؟ ما فيش زعيق، ولا هي وحشه ولا هو وحش، ولا فيش عيب بين الاثنين يعني، ولكن كل الحكايه ان الطرفين مش فاهمين بعض، او شخصيات بعض بمعنى صح، مش محللين شخصيات بعض ولا عارفين انماط الشخصيه، مش درسينا. فتلاقي مثلا لو الزوج شخصيته بصريه، الشخصيه البصريه دي بتلاقي صوتها بيبقى مرتفع ماشي، وبتتكلم بسرعه جدا 280 كلمه في الدقيقه الواحده، وبيبقى عايز انجاز بسرعه. فاجي من الشغل مثلا تعبان، طب يلا سلام عليكم، انت ما عملتيش اكل ليه؟ مش عارفه ورايا كذا ورايا ميعاد، ويلا الاكل بسرعه ومش عارفه ايه. هو هذا بيتكلم بصرية. عادي على فكره، ده بصري. سلام عليكم، ازيك، عامله ايه، الاكل فين، مش عارفه كذا، انا ورايا مشوار، وبيتكلم ايه، صوته عالي، بيبقى صوته عالي وبسرعه جدا. فهي طبعا لو هي بقى شخصيه حسيه، ودي مهم جدا اللي يعرفوا الشخصيات قبل بيكون يا ريت بيجي تعرفينا والله دورات الشخصيات، احنا ما قبل نعرفها الزواج. شخصيا. فتلاقي هي مثلا لو شخصيه حسيه بقى، الشخصيه الحسيه دي بتتكلم بقى بطيئه جدا جدا، 80 كلمه في الدقيقه. تخيلي قارني من 280 كلمه في الدقيقه ل 80 كلمه في الدقيقه، يعني ما فيش وجه ما في اي مقارنه خالص توافق، يعني. صحيح. بالظبط. فتلاقي هي بقى ايه، ايوه عليكم السلام، ازيك، طيب بالراحه، انت مش اهدأ، مش بتزعق، خليكي ايوه، انت ليه عادي، بتزعق لي؟ ده على طول ده مش طايقني، وتقول بقى بيكرهني ده وما كده بيحبنيش. بيتنرفز اكتر ويقوم يعني يعصب هو عليها. بقى طبعا يقول عليها طبعا ايه البرود دي، ماتت، محدش قال لها اصلا يعني، ده انا خلاص مش قادر، ده مش مهتميه بيا، ده مش بتحبني، ده ما بتلبليش مثلا، اقول لها اعملي لي كذا، كويلي كذا بتاع سنه عبال ما بخلص. تعمل. ايوه هو مش فاهم ان المراه طبيعتها برضو اللي لازم يتكرر عليها الطلب كذا مره عشان يثبت عندها يعني، دي معلومة وحشة على فكرة، وخصوصا للشخصيه الحسيه. لا، الشخصيه الحسيه بتبقى عايزه تكرار يعني الطلب تكرار كثير. الطلب، يعني هي مش اهمال، هي مش مهمله ولا شيء، بس انت كرر لها الطلب بس وعادي. فبالطريقه دي هي بقى طبعا، انت كمان بتزعق فيه، انت كمان مش عارفه ايه، طب انا هزعل، طب هروح عند ماما، وتحصل بقى ايه المشاكل، او يحصل مشكله ويغضبوا من بعض وحاجات زي كده. طيب هو لو فهم ان دي شخصيه حسيه طبيعتها اللي هي بالراحه وهاديه وكده، هيتقبل، مش هيفهمها بقى الفهم الخطا اللي هي مهمله، او هي يعني مش مهتميه بيه، او مش متقبلاه، او ما بتحبوش او كده. وهي نفس الحكايه لو فهمت ان ده طبيعته بيتكلم بسرعه، وطبيعته صوته عالي، وطبيعته عايز ينجز بسرعه، مش هتقول ان هو بيغضب او صوته بيتعصب عليا ويعني بيتشاجر هيفهموا معايا بعض. وحاجات زي كده، يعني انت ذكرتي هيفهموا. الشخصيه الحسيه والبصريه، والبصريه ايش كمان في شخصيه ثانيه؟ في شخصيه بقى اللي هي الشخصيه السمعيه، اللي هي ايه ودي بقى مواصفاتها؟ هقولها مواصفاتها، وبيجي مشاكلها ايه كمان، يعني بيجي مشاكل. كيف؟ يلا فتبقى قولي لنا. الشخصيه اللي هي سببها مش عشان حاجه، مش الشخصيه دي سواء رجل او امراه، مش مفهومش عيب او وحشين، ولكن عشان دي طبيعه شخصيتهم، تمام؟ اللي هي الشخصيه السمعيه. الشخصيه السمعيه دي بتبقى شخصيه يعني هاديه، ولكن فيها عيب اللي هي يعني كلامها اقل، ما بين ما بين البصري الاثنين يعني. والحسي كلامها اقل، ولكن هو كان من عيوبها يعني اللي هي قراراتها مش سريعه، بطيئه جدا، مترددة. متردده، بطيئه، يعني مش متردده، هي بطيئه في القرار، مش ممكن تردد شيء والبطء شيء، يعني البطء انا لسه ما خدتش قرار، ولكن اديني بدرس، وقت. احب ايه ادرس بقى وسيبيني كده يعني سنه ادرس الموضوع بعدين كده اخد قرار، مش تردد. هو حاطط لنفسه وقت معين، 6 شهور، كلميني بعد شهر، كلميني بعد 6 شهور. وعلى فكره الشخصيه السمعيه دي اغلبها من الرجال، خلاص. فتلاقي الست بتقول ايه، قلت له يغير الاساس، عماله اقول له 100 مره. هي الست طبعا طبيعتها ولو بصريه، السيدات معظمهم حسيات بصريات، يعني تحب تقول كتير يعني الحاجه أو لغايه ما ممكن يكون تكره. الشخص ده من شخصيتين مع بعض، بصري وسمعي مثلا، او هو هقول لك على حاجه، هو كل انسان فيه في من هنا الحسي ومن هنا. والسمعي والبصري، ما فيش حد ما بيشوفش ايوه او ما بيسمعش صحيح، او ما اكيد. بيحسش، ولكن بنسب يعني ايه، يعني مثلا لو واحده شخصيتها مثلا بصريه بنسبه 60%، سمعيه بنسبه 30%، حسيه بنسبه 10%، فانا هقول عليها دي شخصيه بصريه. ليه؟ لان هي النسبه زايده ايه فيها. فلو اللي هو الشخصيات السمعيه دي بيبقى الشكوى من الطرف الاخر منهم ايه، اللي تيجي تقول انا بقول له مش عارفه ياخد بيت جديد، او يعمل شيء، او قرار، او ينقل العيال مدرسه تانية، او اي قرار يعني مصيري بالنسبه للاسره، فيقول لي طيب ويطنشني، يعني ويعني كثير حاطط ايه بنسمعها الشكاوي، انه بقول للرجال ما كتير. بيعمل وبيطنش. بالظبط، كتير جدا. لا، هو ده شخصيته، مش مطنشك ولا مهملك ولا انت فيش في دماغه وما بيحبنيش، وطبعا دايما الكلمه المقترنه يعني ما بيحبنيش. مرحبا، صح. ايوه بالظبط كده. فلا، هو مش كده خالص، اطمني. وكل الحكايه اللي هو شخصيته سمعيه، فعايز ياخد وقته عبال ما يطلع، ما ياخد الايه القرار. وسبحان الله، لعله حكمه من عند ربنا، الرجاله معظمهم، المعظم يعني مش الكل، اللي بتبقى شخصياتهم سمعيه. ليه؟ لان العصمه في ايديهم،
فبياخد قرار. فهو طبعا لو شوفي بقى، لو السيدات سبحان الله العصمه في ايديهم، هم سريعة سمعيات الانفعال، وهم صحيح. بصريات حسيات، فهتلاقي ممكن تتجوزوا الظهر، تطلقوا العشاء، ترجعوا تاني يوم، تخلعوا بعد اسبوع، يعني انت واخده بالك كده. فسبحان الله دي من حكمه ربنا، اللي الرجال بيبقى عندهم حته العقلانيه شويه، اللي هم سمعيين فبياخدوا قراراتهم، فمش هي مش هيميز بقى. فهو عموما قراراته بتبقى ايه، يعني عايز ياخد وقته شويه. وطبيعه الست اللي هي بتبقى يعني حسيه او كده، شافت حاجه عايزاها الكلام ده كله، فلما نفهم كده بقى هتقدر زوجها. لا ده مش شخصيته مثلا، انت واخده بالك، لا ده هو مثلا دي طبيعه شخصيته، فهنقدر. اهم حاجه الفهم، الفهم فيه 60% من حل المشكله، او كمان لا نتلاشى المشكله قبل وقوعها. هو نفس الحكايه، هو لما اللي بيحصل ما حد بيفهم المشكله، اللي بيحصل ان الشعب غالبا هو اللي بيخرج من البيت او بيحاول يهرب من البيت في اول سنه زواج عشان يهرب من المشاكل اللي بتواجهه في البيت، فيعني بيصير هو لا فهم ولا هي فهمت، بالظبط وتفضل المشكلة مستمرة لأكثر من سنة لأنه الموضوع ما انحل. بالظبط كده. فاحنا لو فهمنا الشخصيات زي ما قلت لك، حتى هو لو فهم برضو نفسية الزوجة، اللي هي حساسة، اللي هي عاطفية، اللي هي طبيعتها مش قصدها اللي هي تروح تقول لأهلها أو لمامتها على أساس اللي هو وحش أو يصير بتاع، مشاكل. دي طبيعة في المرأة ما بتقدرش يعني على طول، يعني الفضفضة شغالة بقى على طول. وبعد عشان ترتاح لازم الراجل طبيعته كتوم مثلا شوية، الست لا لازم عشان ترتاح تقول مثلا 554 حد أو كده في التليفون، فهو ممكن يزعل. فإحنا بس نفهم الشخصيات، نفهم اللي هي عاطفية، نفهم اللي هي حسيه، نفهم اللي هي بترضيها اقل شيء، تمام كده. يعني الحاجات البسيطه دي لو فهمها الزوج هيتلاشى حاجات كتير، او هي يعني انت فاهماني في مشاكل كتير هتتلاشى. ونفس الحكايه لو الزوجه عرفت شخصيه جوزها، حاجات كتيره جدا هتتلاشى. في مشاكل نظريات كتير. كتير بنشرحها بصراحه، زي مثلا نظريه مايرز بريكس للازواج، في شخصيات برضه معرفه شخصيات الازواج في المشاكل ذات نفسها، يعني حتى المشاكل كل واحد بيبقى ليه شخصيه في حل المشاكل. في ناس بتهرب من مشكله، وفي ناس تحب تكبر المشكله، وفي ناس لا معلش انت زوجك لما تيجي تقولي لا بصي بدل انت بتقولي كده، يبقى انا عايز زوجك او طبيعه زوجك اللي هو سيبيه شويه، سيبيه شويه كده وبعد كده يحل المشكله، او الطبيعه اللي هو لا ده لازم يحل المشكله دلوقتي في يبقى ما وقتها. ارتاحش، ايوه او طبيعه كذا او طبيعه كذا. فكل حاجه على حسب الشخصيه بنقدر نحل. فاهم حاجه بصراحه هي فهم الشخصيات. هو المشكله كيف انا هفهم شخصيه الشخص الاخر اذا انا ما كنت عندي درايه كافيه بالشخصيات اللي انت ذكرتيها حضرتك، او حتى ما خضعت لدورات قبل الزواج، او خلاص انه مر علي أكثر من سنة. يعني في دورات كثير الآن أصبحت موجودة للمقبلين على الزواج، وكثير منتشرة وبينصحوا فيها عدد كثير من الأخصائيين. حضرتك شخصياً شايفة أنها بتفيد المقبلين، ومن خلال خبرتك هل فادت فعلاً عدد كبير؟ بالنسبه للي هي الدورات اللي هي للمقبلين قبل الزواج دي، جدا دورات رائعه وبصراحه المفروض، وفعلا ما شاء الله عليهم جزاهم الله كل خير، يعني معممينها ودورات مجانيه بنعطيها صحيح. في جمعيه ابن ما شاء باز الله. الخيريه بالمجان، واهلا وسهلا لاي حد يجي. وجدا دورات مفيده ليه؟ عشان قبل ما يعني قبل ما تتزوجي تفهمي الشخصيه، تفهمي حتى احنا بنقول لهم مشاكل، يعني في الدورات دي المشكله لو حصل مشكله كذا حبيبتي دي مش معناها ان زوجك ان شاء الله يكون وحش او يكون كذا، لا ده معناها اللي هو شخصيته كذا 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 كذا. طب والتصرف بتاع المشكله ايه؟ اتصرف بيها بكذا، يعني كل حاجه بنقولها لهم، بنوضحها لهم ايه المشاكل اللي هي ممكن تقبل عليها في الزواج، او مشاكل اولى سنه أولى في سنة الزواج، زواج. وخمس سنين من الزواج ايه المشاكل، وبعد انجاب الاولاد ايه المشاكل بتاعه المدارس وبتاعه كذا وبتاعه كذا، وكل مرحله بنقول لهم ايه المشاكل اللي ممكن تقابلهم. ومعلش دي ما نعتبرش في حاجات ما نعتبرش مشكله، في حاجات ما نعتبرها دي وجهات فيها نظر، انا تفاهم شويه. مش فاهمه كده بس مش اكتر. ايوه أيوة. بالظبط. نفهم لهم كل حاجه، ونقول لهم لو حصل مشكله او حصل التصرف ده معناه كذا كذا، ويبقى رد الفعل ايه. نفهمهم كل شيء، نفهمهم النظريات، بنديهم طبعا في الدورات دي نظريات، ودي مهمه جدا، يعني النظريات بجميع انواعها خلاص ماشي، سواء كان النظريات بتاعت اللي هي النظريات الحديثه بتاعت الارشاد الاسري، بتاعت الحياه الاسريه، مناهج، في مناهج حديثه للحياه الاسريه السعيده، في بنديهم الشخصيات، يفهموا الشخصيات بكذا برضه نظريه، اريك بيرن ومايرز بريجز والنظام التمثيلي، وكتير جدا ما شاء حوالي الله سبعه شيء او كبير. ثمان سبعه او ثمان نظريات، بنعطيهم يعني اشياء كتير، ازاي نحل الازمات، ازاي نتقبل الاخر والراي الاخر، ازاي اللي انا يعني ما ببصش لقدامي وعايزاه يبقى كوبي وبيست مني، نسخ ولصق او استنساخ، ما معلش وانا يعني الاختلاف كمان بيكون جميل في بعض الاحيان، جدا تكتشفي اشياء مختلفه انت يمكن ما جربتيها، الشخص الاخر يخليك يعني تجربيها كمان. يكملوا بعض عشان ينجح. صحيح. انت يعني من بالك خلال وجودك في هالدورات مين اكثر حضورا، الرجال ام النساء؟
مين أكثر إقبالا على هالدورات؟ أنا بصراحة بعطي نساء فقط، فما بس يعني عندك فكرة عن عدد الرجال اللي ممكن يعطوا؟ يعني والله أنا عارف إنه في رجال بيعطوا دورات، أيوة بيبقى تقريبا أكيد النساء أكثر، أنا خمنت من البداية النساء أكثر. النساء تقريبا طبعا بيبقى أكثر، هو عموما على فكرة في الدورات عموما يعني أصلا غير أي دورة بيبقى النساء فيها بيبقى في نسبة أكتر، وفي دورات طبعا أكيد طبعا في دورات الزواج برضو بيبقى النساء فيها أكتر، وهو بصراحة يعني بيجوا بيبقوا عايزين يستفيدوا حاجات كتير جدا يقولوها، يعني ممكن والله بتوصل للطلاق أو بتبقى على خلاص حافة الطلاق ده، أنا جاية بصي جاية عشان بس تقول لي يعني أقول لها إجراءات الطلاق، يعني روحي طلقي يعني جاية تاخد الأوكي، وبعد كده أحسسها اللي لا ده زوجك ما شاء الله كويس جدا كل الحكاية، بس كانت مش فاهمة صح مش أكتر يعني. وبعدين برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي كل واحد يبص لإجابات الآخر، مش السلبيات بس، يعني فعلا نحاول نحط لان إن ما فيش انسان كامل اصلا سبحان الله، ولا رجل ولا امراه، فكل واحد لو يبص الاجابات ويعني نغير مؤشر شويه بتاع التفكير نخلي تفكيرنا ايجابي الاول او اكتر، يعني لان ولا في حد ملاك ولا في حد شطار، اكيد مش حد كامل، اي صحيح. انسان فيه خير، اي صحيح. انسان ده حتى قالوا لدرجه ان هم عملوا دراسات حديثه عن المجرمين لو فيهم خير يعني بالتاكيد كلنا فينا خير، كل انسان بفطرته كل انسان فيه خير، ولكن انا استمد ازاي الذكيه الواحده الذكيه مفاتيح صور بقى السعاده الزوجيه، اللي انا ازاي اعرف مفتاح زوجي او اعرف مفتاح زوجتي اللي انا اطلع منها الخير ويعني ايه واجنب الشر، لان إيه انسان فيه دوده، فده جدا برضو بنعطوه مهم يعني بنعطوه في الدورات، ازاي هي مفاتيح السعاده الزوجيه، ازاي تكتشفي الخير في زوجك، ازاي يبقى نظرتك حتى لو حصلت مشكله، للاسف القانون من قوانين العقل اللاواعي اللي الانسان بيبني على اخر تجربه وبيركز، والقانون والعقل على ما يركز عليه، يعني ايه؟ يعني الواحده انسى عايشه كل طول شيء حياتها بالظبط، عايشه طول حياتها سعيده مع جوزها وعمل لها شيء صغير خطا وهو فعلا مخطئ فيه مثلا، يعني نفسك تنسى كل الحلو وتفتكر الوحش، ونفس الحكايه الزوج زوجته كويسه ويعني وشقيانه مع الاولاد والاشياء دي كلها، ممكن لو شيء مثلا اثرت في شيء مثلا او كده ينسى كل ده وايه ويمسك على، فلازم ان احنا نفكر في يعني يبقى تفكيرنا ايجابي ونبص للايجابيات، حتى في يعني تقنيات نفسيه بعملها لهم كتير يعني واستراتيجيات وكده، ازاي نخلي مؤشر العقل والعقل اللاواعي بالذات اللي انا اخزن فيه مواقف الايجابيه، يعني اعمل لها حاجات تخليها اي مشكله تحصل بدل ما تفكر في السيء، يعني كيف طيب اعطينا كده فكره نغيرها ونخليها تفكر الايجابي، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي في الدورات بتاعتي، وفي دورات مختلفه في تاهيل المجبرات على الزواج، في دورات للسعاده الزوجيه طب اتجوزوا خلاص، في دورات على السعاده الزوجيه تمام كده، هذه كلها دورات فين بتكون موجوده؟ تاهيل المجبرات للزواج في جمعيه ابن باز الخيريه، جمعيه ابن باز الخيريه ودي مجانيه مجانيه للجميع مجانيه، وفي السعاده الزوجيه انا بعطيها ومجانيه برضو على فكره، جميل. نفس الجمعيه لا مش نفس الجمعيه، دي بنعطيها في اماكن ثانيه، بس انا يعني بوديها في اي مكان مجانيه ما بديهاش برسوم تمام كده، وفي الارشاد الاسري دي بقى مناهج ونظريات وحاجات اللي هي تفيد نفسها بتستفيد هي خلاص ماشي، وكمان ممكن اللي هي تكون مرشده للاخرين يعني تساعد الاخرين او مستشاره او حاجات زي كده، دي بتبقى بقى يعني حاجات جدا دقيقه، يعني بصي لو اي حرف او اي كلمه او اي شيء صدر من الطرف الاخر كيف تفسريه او كيف تحلليه وايه الحل، انت واخد بالك، بحس ان من اي يعني مشكله صغيره لمشاكل كبيره جدا، كل حاجه عن الايه عن الحياه الاسريه يعني. بالنسبه انت كنت سالتيني الطريقه ايوه ممكن كيف اخلي ماشي مفيش مشكله، بالنسبه للطريقه انا مثلا من ضمن الحاجات اللي انا اقول لها ايه، كل واحده متزوجه بخليها تعمل دفتر كده جميل او اجنده وتكتب فيها تتقسمها لثلاث اجزاء خلاص ماشي، اول جزء في الاجنده اول حاجه اسم مثلا الزوج، هو ممكن للزوجه او للزوج بس انا بدي نساء يعني فبقول لها تعملي زوج، بس سبحان الله تيجي تقول لي بعد شهر او شهرين ده زوجي عمل لي نفس الحكايه، المهم تبقى ايه عشان اغير تفكيرها من التفكير السلبي للتفكير الايجابي، واللي هي تفكر في ايجابيات زوجها، بتقسم الاجنده دي ثلاث اجزاء، اول حاجه في اول اجنده كده تكتب مثلا اسم زوجها زوجي الغالي او كده والاسم المحبب لي خلاص، وتعمل ستيكرز كده وورود واشياء جميله كده حوالين الاسم يعني وقلوب حاجات زي كده، وبعد كده الجزء الاولاني تكتب فيه ايه الايجابيات بتاع الزوج من اول ما تتزوجي، شوفي انت متزوجه بقالك سنه شهر كذا، وبقول لها بالراحه اوعي تكتبي الايجابيات، انا مش طالبه منك الايجابيات دي بتاعت يوم، يعني تكتبها لي في يوم ولا في ساعه ولا في اسبوع ولا انت قدامك شهر ماشي، احنا بنقول العالي ايه على طول بيفتح على ما يركز عليه، فانا كده خليتها هتركز على الايجابيه، جوزك فيه سلبيات ايوه عارفه، واي انسان فيه سلبيات صحيح وعندك حق، وبتبقى ساعات محقه يعني حاجات بتشتكي الزوجه بتبقى محقه في اشياء تمام كده، طيب ماشي دي سلبياته، طب تيجي نشوف ايجابياته، طيب هتكتبي لي انا قدامك شهر تكتبي الايه الايجابيات بتاعته، وبصي بقى اي حاجه تفتكريها في اي وقت
اكتبيها اكتبيها يعني حتى لو كنتي في المطبخ وبتطبخي ولا بتحشي محشي او كده، سيبي الطفي على البوتاجاز واكتبي قبل ما تطير، يعني قبل ما تطير الايجابيه واكتبيها. طيب كتبت الايجابيات دي، ده التلت الاولاني يعني عندها شهر تكتب فيها، ماشي. يبقى التلت الثاني ايه المواقف الجيده الكويسه اللي هو عملها معايا، ودي دي اكيد اي انسان يعني بيبقى ليه مواقف يعني كويسه يعني مع الزوجه، او نفس الحكايه الزوجه مع زوجها، تمام كده. ثالث حاجه موقف بقى سواء كان معاها او ممكن مع اهلها، يعني يوقف جنب اهلي كذا، وقف جنب اخويا كذا، وقف كذا، ما دي برضه احاول حاجات افتكر كل كويسه، صح ولا لا؟ التفاصيل الدقيقه اللي قدرت تكتب كل شيء، كل شيء يجي على دماغها تكتبه، سواء معايا سواء مع اهلها سواء كذا كذا تكتبه. التلت الاخر بقى واللي احنا دايما بننساه، ايه الحاجات اللي انا اخطات فيها وهو طنشها لي؟ نقطه مهمه صح ولا لا؟ ايه الحاجات اللي انا قلت ده هيزعق لي فيها ومش عارفه ايه وتمام كده، وشلت الحاجه المحروقه تحت البوتاجاز وراح ايه وهو شاف وطنش، او اي شيء من هذا قبيل يعني، تمام. فدي برضو حاجه تحسب ليه يعني، شافها وكبر دماغه يعني، موده الرحمه كده كده يعني، عشان ما حبش يعمل مشكله. بالظبط. فاكتب الحاجات دي. طيب دي ثلاث يعني كده، انا مليت وشهر قدامك شهر، بعد كده بقى ايه تعمل لي ايه، مطلوب منها ايه؟ طبعا بعد ما هي ما كتبت كل الاشياء دي ثلاث اجزاء وكتبت، طبعا هي شوفي بقى تخيلي شهر عماله تفكر في ايجابيات، ايجابيات صفات ايجابيه يعني، في مواقف ايجابيه عملها معاها او مع اهلها، اشياء هي عملتها، يعني كل حاجه بتفكير اهو شهر إيجابي. بدربها اللي هي تفكر ايجابيه. بعد كده بقى هتخليها اللي هي ايه بقى، طبعا بطريقه غير مباشره وهي مش قصدها يعني، اللي هو يشوف الاجنده دي تمام كده، والاجنده بقى جميله بحاجات زي كده. تخيلي انت لو زوج يعني لقى زوجته كاتباه اجنده في مواصفاته وايجابيات زوجي العزيز والغالي ومدلعاه ويعني ورود واشياء جميله كده، تخيلي ايه اللي هيكون رد فعله؟ اكيد رد فعله يعني، يعني انا بجد اللي خليتهم يعملوا كده قالوا لي دكتوره في منهم بكى، في منهم قالوا لي ده انت يعني، راحوا قالوا لها يعني كل الزوج لزوجته انت اصيله قوي يعني، معقوله انت شايفه فيها الاجابات دي برغم ان انا بشد عليكي والعيال ومش عارفه ايه وبزعق في البيت وليه ده ما اتعملش وليه ده اتعمل كده، في بيقول لك يعني عمل اجنده وعملها لها نفس الحكايه. شوفي بقى انا كمان تغيير الزوج بقى تفكير الزوج تفكير ايجابي خلاص كده. طيب دي فايده، يبقى الفايده فيها كذا فايده بصراحه التقنيه دي. الاول حاجه بتخلي مؤشر التفكير يتجه للتفكير الايجابي نحو الزوج والايجابيات ومش سلبياته. تاني حاجه اللي طبعا الزوج اكيد رده فعل الزوج ايا كان رده الفعل نوعها انواعها المختلفه يعني على حسب الازواج، ولكنها تكون رده فعل ايجابيه، ده حتى لو سكت يعني، حتى لو ما اتكلم يعني او ابدا او من نوع في شخصيات ما بتعرفش تتكلم يعني، بس بداخله هيقول يعني اكيد طبعا هيكون ممتن ومبسوط يعني اللي هي عامله ايجابيات وحاجات زي كده ليه. ثالث فايده اللي دي بقى في وقت المشكله بقى، وقت ما بتحصل المشكله اقول لها اجري افتحي الاجنده عشان تفتكر ما شويه تنسيش، ما تنسيش الاشياء الكويسه اللي فيه يعني. طبعا وده طبعا يعني التقنيه دي انا بديها للسيدات، ممكن برضو لو الرجال نفس الحكايه، تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنغير المؤشر ونخلي حياتهم فيها بهجه، فيها تقدير للاخر، تقدير الافعال الايجابيه اللي عملها الاخر، تفكير ايجابي نحو الطرف الاخر، فتبقى ان شاء الله حركه حلوه. ان شاء الله تكونوا استفادوا منها المشاهدات، واتمنى تطبقوها كمان بشكل او باخر ان شاء الله يعني. لو حبينا نقول عن كده نعطي اسس او مقومات او نقاط مهمه لسعاده الحياه الزوجيه بالذات المقبلين على الحياه الزوجيه، ان شاء الله يكون في كثير بيشاهدون الان افرحهم قريب، وان شاء الله اقول لهم مبروك مقدما ان شاء الله، ربنا يسعد جميعا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نعطيهم بعض النقاط ان شاء الله باذن الله. في اول حاجه من الاسس السعاده بصراحه اللي هي اشياء قبل الزواج، وحاجات بقى هنتكلم عن حاجات دقيقة اللي قبل الزواج المفروض يكون في يعني قبل ما يقبلوا على الزواج في الرؤية الشرعية، والرؤية الشرعية دي ليها شروط بصراحة. يعني أول حاجة تكون يعني أنا بتجيلي مشاكل زوجة يا دكتورة أنا ما شفتهوش رؤية شرعية، أنا ما شفتش او ما قعدت شفته كده وهو معدي او مش عارفه مشكله صح. ده بيحصل على فكره، في بيتزوجوا من غير رؤيه شرعيه، فده طبعا صعب جدا. طيب في حاجه كمان، في واحده والله جات لي مشكله طلع زوجها يعني في تخلف عقلي بسيط، لان هي شافته كده على الماشي ما شافتش ما اتكلمش ولا حاور ولا ناقش ولا الاشياء دي كلها، فلازم تكون في رؤيه شرعيه. والمقصود بالرؤيه الشرعيه دي طبعا بتكون في اهل او يعني في محارم موجودين خلاص ماشي، واللي هي تبقى في نقاش في جلسه او اتنين او ثلاثه في وجود المحارم المحرم يعني، ويكون في نقاش وحوار عشان يقدروا يفهموا شخصيات بعض، ما هي تعرفوا ازاي اللي هو سمعي ولا بصري ولا حسي، الا لو كان في كلام وفي نقاش وفي كذا وفي كذا، دي مهمه. في الرؤيه الشرعيه معلش هو لازم يكون في قبول
يعني ايه؟ يعني القبول ده ملوش دعوه بالشكل او بالجمال على فكره، تمام؟ صحيح، فلازم يكون في راحة قبول وما نفسية. يكونش راحه نفسيه، وما يكونش معلش انا متزوجها عشان دي عشان ماما ولا عشان خالتي ولا عشان قريبتي، او متزوجاها عشان ده قريبي او الكلام ده كله، لا يعني ما ينفعش. يعني لازم يكون في راحه نفسيه وقبول من الشخص الايه؟ من الشخص يعني البنت او الولد اللي هم اللي هيتزوجوا يعني، خلاص تمام كده؟ يبقى دي المقصود بالايه؟ بالرؤيه الشرعيه. وبرده انا يعني الرومانسيات الزايده ما هي محبذه خالص بصراحه، صحيح، لانها غلط كنفسيا كمان يعني، هي طبعا يعني محرمه شرعيا يعني، يعني حتى اللي هو الرومانسيات او الكلام الرومانسي يعني غير مقبول شرعا، وغير كمان في نفسيا في دراسات حديثه اللي قالك اللي نفسيا بتاثر، لان هي بتعمل عمليه تعلق، فافرضي انفصلوا ما كمل الزواج تمام كده، او مات الخطيب او اي شيء من ده، فتحصل مشاكل يعني صحيح. اللي هو الطرف، وخصوصا للمراه بما انها حساسه يعني، خلاص تمام. دي الرؤيه بالنسبه اللي هي الرؤيه الشرعيه. في بقى كمان اللي هي ما فيش، ما يكونش المفروض بصراحه في مغالاه في المهور، وده حتى مش صحيح، في ديننا الاسلامي بالتأكيد. يعني، عشان يعني اقلهن مهورا اكثرهن بركه. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بالنسبه للاسس اللي للزوجه لازم يعني اللي هي بقى الحقوق، والحقوق الزوجيه كلنا عارفين، ولكن في نقطتين في الحقوق الزوجية بالنسبة للزوجة اللي تعرف للقوامة للرجل، دي حاجة معروفة، عشان ما تبقى انا راسي براسك، انا كذا، انا اللي كلامي يمشي، الكلام ده كله ما ينفع بصراحة، انت واخد بالك؟ ده بالنسبة للايه؟ للزوجة. نقول للزوجة للقوامة لازم تبقى عارفة للقوامة للرجل. بالنسبة للزوج في برضو حتة في الحقوق الشرعية اللي هي حتة نفسية، اللي هي ايه؟ ما يبقاش طول اليوم بره يخرج مع اصحابه ويتسولف، تقول دمه خفيف ورائع جدا مع زمايله ومع اصحابه، ويجي في البيت بقى ايه، خلص بقى الضحك وخلص الكلام اصلا النكد على بالظبط كده، وتقول يعني ما بيتكلم خالص يعني، ما في اي حوارات، تمام؟ معلش دي انسانه برضو، صح ولا لا؟ لازم يكون في صحيح. حوار وفي كذا. فدي من مقومات الاساسيه يعني ايوه، للسعاده، عدم تدخل الازواج، او يعني عدم تدخل الاهل الاهل او الامهات او الاباء او كده في المشاكل يعني. ريت تكون المشاكل بينك وبين زوجك فقط يعني، ما يكون في تدخل من اي نوع، لان طبيعي اللي كل واحد هينحاز للطرف ليه يعني، الامه هتنحاز ليها، امه هتنحاز دايما ليه يقولوا يعني نفسيا انت بترجع تتصالح، ولكن بيكون الاهل شايلين في نفسهم شويه للطرف بالظبط. الاخر هيتصالح نوعا. ليه؟ لان في الرحمه والموده، صحيح، هو هينسالها وهي هتنساله، ولكن الاهل ما ما فيش حينسوا. الرحمه صح، والموده اللي فعلا في الايه، فمش هينسوا، نهائي. ما مش صح، هتنساله ولا امه هتنسالها، فما فيش داعي بقى اصلا بقى، صح ولا لا؟ صحيح. فما فيش داعي لكده. برضو من الاسس بتاعت السعاده الزوجيه يعني، اللي هم يحطوا بصوا منهجيه كده قبل الزواج، انت ايه اللي انت بتحبه، ايه اللي بتكرهه، احنا ايه الاسس الصحيحه اللي نعيش عليها حياتنا، لان في حاجه جدا مهمه كمان، عارفه في ممكن مشاكل بتبقى بسبب الصرف او يعني الصرف في الماديات، فهو البخل خطا، وكمان صحيح، الاسراف خطا، انت واخد بالك؟ فتلاقي طبعا. في مشاكل كتير بتنتج على فكره بيبقى اساسها الماديات، سواء الصرف الزائد او الاشياء دي كلها. فنحط اسس بقى، سواء اسس في الصرف، سواء اسس في الحياه، سواء اسس في المشاكل كيف نحلها، يعني كل حياتنا، كل حياتنا ايه اللي لو حاجه زعلتني انا بتصالح بايه؟ يعني كل الحاجات اللي هي بتحبها او هو بيحبها كيف تتصالح؟ انا بحب والله لو انا زعلت لا سيبني شويه، سيبيني شويه، انا بحب كذا، لا انا بحب ان انت تقول لي انت زعلانه من ايه؟ يعني مثلا في حاجه كنت حابه ان انا يعني أكيد. اقولها. يعني احنا للأسف خلص وقتنا، بس احنا حابين نستضيفك ثاني، لازم لازم إن شاء الله بإذن الله. أنا حنكون بالإعداد لأن الموضوع جدا مهم، وأكيد حابين كمان المشاهدين تستفيدوا أكثر من الموضوع، لكن للأسف داهمنا الوقت. دائما الوقت الجميل بيمر إن شاء بسرعة الله يا بإذن دكتورة الله. معاكي. أكيد شكرا ليكي على كل نصائحك الرائعة اللي قدمتيها اليوم بإذن